رايت ماركت جايز من اقدم الماركتس اللي موجوده بدبي. في كتير اشياء جايين. شو نعمل؟ صفون لوك فور سمول بزنسز، نجرب اشياء، ناكلنا لقطتين نضاف، نتعرف على ناس، نشوف شغلات جديده. كل سنه بيتطور كثير الرايت ماركت، بيفتحوا ساتردي ساندي من 9 ل 9 وبس بموسم الشتاء. سيستم رايت ماركت، ليتس اكسبلور. طبعا على طول توجهنا النفسي والشخصي هو الاكل. في كثير اشياء جديده على فكره. اوه لا فابريكا. One focaccia. One of the best places اللي أنا ضيعهم من دبي. Focaccia. يمكن one of the best focaccia in Dubai. If I'm not mistaken. هيدي المنكوشة براتا. أتن. 72 hours fermented. I know. We did a huge video. I didn't know that you guys are here, so I want to try some. Manushi burrata or the sesame burrata? Let's try the manushi burrata. Sourdough focaccia, 72 hours fermented. I will mouth it. Show me, man. يا حياة قلبي يا حبيبي على البوراتا. شوفوا لي قطعة البوراتا بتبكي. مش معه قوي. هلا حيطرق زيت. زيتون. هيك ترويح. هيك بتضل شوية. ما بدي احكي كثير عن فوكاتشيا، قد ايه فرمنتد، قد ايش بتجنن، قد ايش البراد رائعه. زيت زيتون. باي. شفتوها الحركه هاي؟ هيدي هي. هاي قوية، هيدي قوية. ثرو كاليفورنيا. سالمون كيوب افوكادو. اوووو. يوزو دريس. كالي بوك. Let me have the ثرو كاليفورنيا. White rice and salad or kale for the base. Salad. That's fine. Thank you. I'm going to get 7-8 behind me. Thank you. The biang biang. Butter chicken. What is biang biang? Come on. Hi. اسمها بيانج بيانج. ليش؟ جيبوا النودلز بنقصوها 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 بخطوها بنقصوها بخطوها وبسووها. Very Chinese authentic traditional dish. هذه معروفة جدا وبمنطقة وحدة بتشاينا. بتحقق مع البطل تشيكن صب. So good. هلا هون عندكم نفس الشيء بس with the chicken. Sorry يا جايز. Sorry. في عذاب في عذاب بدنا شوفوا. لما يجيكم تشيكن بلاك ترافل ما فيكم توقفوا، ما فيكم توقفوا. شوفوا لي بلاك ترافل هيك مع التشيكنيات اللي هون الحلوين، يا ويلي. بحسوا بطعمة الترافل بتفوت على الدماغ. اللي بحب الترافل بحب تشاينيز. This is a great dish. The fusion of flavors مخيفة بالحق. You love Asian authentic dish. This is so good. حتى كيف التشيكن معمول small little cubes. The flavor is very rich in flavor. طبعا بتفوتوا بشو؟ بال اوكي. فريش سالمون. افوكادو. With the seasoning, the spices. وعندكم هون تحت شو بتلاقوا؟ سالمون. Very good. اللي عم يعمل كيتو اللي بده بروتين وجبه بتحقق كثير طيبه. هيدي اميزنج. هاي اميزنج. سان وان انا مجربه بالجي ار بي. هيدا فرع هون الفيوجن اسمه فيوجن. ليش؟ ذا ابل رايت ماركت. سوبر جود. بيورلي تشاينيز ريستورانت. اي لاف ات. بتعرفوا شو الحلو بالموضوع ب ذا رايت ماركت او الفانتج ماركت او الاشياء اللي موجوده هون؟ انه كلهم سمول بزنسز وكل بزنس عن جد عن جد بحاجه لسبورت. يا شغلين من البيت، يا عندهم سمول بزنس، يا جايبين بضاعه شوي هن شاغلينها وحاطينها. اصغر مدوس بالعالم ليش؟ ما في اصغر منه يعني؟ ما بعرف انت هلا بتقلي. Let me see. Oh my god. Are you serious? اكيد حدوقة. في اخو بعد وحدة بليز. اكيد. No 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 no. لا. Guys كل حياتنا يمكن ربينا وشفنا وطلعنا ونزلنا بكل الكالتشرز بالعالم. المكدوسي هالقد او هالقد. وانا من الاشخاص اللي دائما بحب لحظة هليكوبتر في بالي بس. ليسن والله انا من الاشخاص اللي بحب المكدوس صغير وهالقد وابيض.
لا هيدا مش طبيعي، هو اسمه بيبي مجدوق. كيف 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 طلع معاكم هيدا؟ كيف طلع؟ وين جايبينه؟ القرشه تبعيتها بطعم السبايسز، حتى الحشو تبعيتها من بيت لبيت، كله من هون من شغل لبنان. شغل لبنان دار الأحمر. دار الأحمر. يلا 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 بدها تدوقني لبني بالمكدوس ولبني بالمدري شو. خليك دوق روق بس تحت عمل لك هيك خلطة. اوه ماي جاد، أجواء لبنان، أجواء لبنان، دار الأحمر يا أخي. ما فينا نلعب شوي. يا حياتي أنا جاي هون. شوف 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 زعتر اخضر، الريحه بتجنن، السمسمات بعقده، ما في سماء عن جد. عم تقول لي ما بيعمل حرقه، اتس ريلي جود. هلا جربته، رائع، برودكتس مخيفه، لافت. يا هلا الدنيان يا عمي، وين الغيبي؟ وين شو ريحة الساج ونيف والدني؟ يا اهلا اهلا يا هلا يا هلا. كيفك يا عمي؟ طولت الغيبة والله، معك حق، اي زمان ما جيت. الليمونيد معمول بالبيت، في البيت بعشق الحب والله العظيم. ما وقفوا انا اطباقي. اوه ماي جاد. هلا يا جماعه يعني بتمشوا تيجوا لهون تاخذوا هيك ليمونيد فريش سوبر جود، برجعكم هيك للماضي بطعمة الحامض بال ام دانييل. القصه كلها بالرايف ماركت اصلا، اوعى توصلوا على الرايف ماركت وما تفوتوا عند ام دانييل، والله العظيم بزعل منكم. ايكونيك Of Nutella, no added sugar. I sweeten it with dates, no oil whatsoever, no dairy, and we've added chia seeds. عنا with nuts, عنا natural options for schools. عنا توم pure garlic. صدقوني أنا ضايقهم، مش أول مرة بيجي لعندهم دانيال. It's amazing. It's homemade بالبيت. كيف تعملوهم بالبيت؟ بالبيت. وما تردوا إلا هيك، والله العظيم. أنا عن جد يعني من الأشخاص اللي شهادتي مجروحة. يا هلا يا هلا يا هلا. والله العظيم. Have you seen this product before? Can you recognize it? No, I haven't seen it. It's kombucha. It's a tea based drink. Ours is mostly green tea with a little bit of black. It goes through a process of natural fermentation, lasts anywhere from 2 to 3 weeks. Oh, really? And the result of the fermentation is probiotics. Have we heard of probiotics are good for? Oh, yeah, of course. Immune system support and everything. It's all connected. But from where? From where it is? This product, so we make it here. Ah, you made it here, all in Dubai. Here. Yes, we produce it. We don't just sell it here. We produce it here in Dubai. We make it. We sell it here at Right Market and also online. So we have strawberry mint, hibiscus, and raspberry ginger. They're all very refreshing, natural flavors, no artificial flavors added. The sweeteners, the preservatives, literally very amazing. Just like you make it in your own place. Ginger. If you're a fan of ginger, you love that. See, it's like in here. We keep them cool. The rest of the bottles are in ice. Lift it. Do you see the little cuts here? Mm-hmm. So you pull along the cuts. Once you break it all the way. Wow, you need to go to school for this. I mean, you don't have to spend all 12 years in school, right? No, it's really good. You're one class. So, هنجرب النعناع والفراولة. That's how you taste kombucha. Full mouth, just like you drink water, juice. Wow. Very minty. It's minty. The minty over the strawberry taste. Yes. Very minty. Absolutely. And you barely feel the strawberry. And the strawberry. But it's very refreshing, very, very strong. Actually, it's a very strong drink. Yep. So. There's a huge kick in the hand. Yeah. Oh, wow. Yeah. Interesting. Well, it's fermented, so it has this little organic acids. Ah, that's why. Great for you. The same acids that you find, for example, in apple cider vinegar. Ah. That's why apple cider vinegar is. Yes, of course. Acetic acids. That's why we are. That's the health benefits of kombucha. Yeah. Probiotics. Yeah. Oh wow! Now I can give a cup to it's the lady. All made, produced, sold UAE. Bronco by Ford. هيدي من الفينتج كارز. Honestly speaking, the old one. Oh, I love it. I love it. اريا الصغار هيدي واحدة من الارياز، في شي 3-4 ارياز للفاميليز والكيدز وهيك وبيلعبوا وكذا. على فكرة أجواء رائعة،
اجواء عائليه، ما في حدا من العائله ما بينبسط بالرايت ماركت. شو ما بدكم فيه عن جد، شو ما بدكم بتلاقوا في شغلات كثير. او لوك هالاريا شو مهضومه. او اذا حابين الصغار عندهم يبلشوا كونستراكشن على بكير، مش غلط بيطلعوا انجينير. بروتين. This one is vegan. This one is a gluten free and keto. This one is a walnut and fig. This one is a high protein cookie. We have a brownie which is high protein also. Oh wow, interesting. This date bar, it's date, saffron and orange. I would always love to try. Okay, which one do you prefer? I want your. You tell me, if I'm gonna try something so good, what would you give me? It's your products. Go for this one. It's a high protein cookies. High protein. Our chicken mahdumi. Super cute. The cookie. Different taste than the regular cookie اللي بتشوفوها. بس طعمتها هيك حلوة، ما فيها كتير سويت، ما لها شوجر. وأهم شيء إنه بتعطيكم بروتين كتير عالي. Love it. I wanna buy something from it. بموت بشيء اسمه hazelnut. So what is that? Hazelnut butter and cranberry. Oh, whoa. All the good ingredients. You can see the ingredients. This is good. I want one. Where can I buy this? It comes in this size. Oh. 6 pieces cookies. Wow. شوفوا انتو كمية hazelnut. هذه رائعة. Oh. So cute packaging. Happy sugar. I love this. The classic. What's so different about your cookies? So they're soft in the middle and like a bit crunchy on the end. Oh really? Yeah. And I noticed very thick. Yeah. Very big. Wow. Let me have one. Let me have the classic. Okay. Just the normal classic chip. Well, you guys do it here in Dubai? It's like just a home business, or just you do it for right now? We're an online business. Ah, you're an online business. Yeah. Okay. We have our kitchen in VIP. Ah, in VIP. Interesting, in DIP. The classic, yes. Mashallah, al-habbi. Crunchy from outside, soft from inside. Ya waili. How are you, sir? A cookie to die for. Wow. It is so good. How much is it? The chocolate جوا super soft melted من برا عن جد كرانشي. طعمة الكوكي كتير طيبة. أصغر مكبوس بالعالم والله العظيم حبيته كتير. جربنا كتير شغلات، برمنا كتير، اشترينا أشياء. رايت ماركت it's a very good place عن جد. Place, عائلي, families, بتلاقيه وكيس ما في كل العائلة. It's really cool. I love it so much. تعوا جربوا، تعوا كسروا، تعوا انبسطوا. Saturday, Sunday. كون عندكم وقت ساعتين ثلاثة بتخيلوا شغل. See you.